كما قلت قبيله كارثة هذه، عمرنا ما كنا نتصوروا، سيت اون سوربريز، ايتي بلان دو في. وفنان كيما هو، تعرف فنان شعبي يضحك من الصغار الكبار في رمضان، باش نقعدوا سنين باش نجم نلقى واحد كيف. هذا كمل تمريق قد كلمتني اختي قالت لي راه سيد ربي يهزم تاعو كاو. صحابي يقول لك سلاميات كيك الباهي ما يقعدش. الخبر صدمني كيما خدا صدم تصور التوانسه الكل. المشكل انو خسرنا سفيان في الوقت اللي البلاد يستحق فيه الضحك. التوتر الكبير ما يعيشوا فيه كان سفيان كل ما يطل في التلفزه يمثل لنا معناها فيراسيون تهوى حلوه ياسر، كان وجهه يثير البهجه يثير الانشراح يثير الفرح. يعني خسارة غدرنا سفيان ومشاه، معناها وقت اللي ربما كلنا مستحقين الواحد كيما سفيان اللي كان هو البسيكياتر نتاع ترانسيفر.